مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه معايا كابتن ضياء عبد الصمد. وكنا بنتكلم فهل غياب أو وجود أيمن أشرف مكان علي معلول اللي كان غايب للإصابة عامل حالة من عدم الانسجام بين ياسر إبراهيم وبدر بنون؟ زي ما اتفقنا ممكن فعلا تكون دي، يعني زي ما اتفقت قلت لك في الأول إن الانسجام بيجي من ثبات بيبان من ثبات التشكيل. التشكيل، فحتة إن علي معلول غايب وأيمن بيلعب مكانه فدي ممكن برضو تبقى مسطرة شوية على بدر الماتش اللي فات دوت. واللي مستغرب له بأمانة الماتش اللي فات ضربة الجزاء، يعني ضربة الجزاء دي يا بنون يعني انت رايح غلط. اولا هو رايح مقابل غلط، الراجل معدي هو بره والراجل اللي جوه، فالراجل معدي لجوه هو اللي لازم، هو اللي لجوه واللي عدى منه ده اللي هو بتاع المريخ، لاعب المريخ اللي لبره وبنون هو اللي لجوه. لقيت العكس، انا يعني لقيت بدر طالع بره والراجل داخل جوه على يقابل الشناوي، فطبعا كان لازم طبيعي الطبيعي هو عينه مش على الكوره وكان شكله حاسس ان هو برده مجهد. مش عارف يعني ضربه جزاء يعني هقول غشيمه جدا للاسف، والحمد لله ان هي دي ما جاتش، لان لو جت زي ما اتفقنا قلنا ان هتاثر على المباراه بنسبه كبيره. في حته الانسجام دي ممكن بنسبه كبيره انها تبقى موجوده، زي ما كان بيتقال ان محمد هاني ومعلول بيطيروا الاثنين بيطيروا الا لما بيتحط بقى عليهم سبوت، انتوا لازم تثبتوا، ويا اما واحد فيكم ثابت يا اما الثاني بيبقى بيكمل في الهجمه. لكن الاثنين بيطيروا كان بيتلعب من وراهم، ويتقال ان مثلا علي معلول دفاعيه مش كويس قوي او محمد هاني دفاعيه مش كويس قوي، لكن بيهاجم كويس لانه عنده جرأة. التغيير في الحته دي واللي انا ما بحبوش، يعني المفروض ان مركز السردباكين دول ما بيتغيرش كتير. ده قلب فرقه، عصب فرقه. سردباكين ديفندر مثلا دول مركز دي او الحتتين دول بيبقى صعب قوي جدا التغيير، او الاربعه لورا لما بتغيري الميزان بيختل. انا 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 مع حضرتك ان ممكن فعلا عدم وجود معلول وايمن اشرف موجود مكانه في حته باك ليفت ممكن تاثر شويه على الانسجام بين الاربع باكات في المباراه يعني.